يعني بالعافية عليك أنت متزوج اثنين هسه زين وراح تحاسب وتحاكم إيه هو هذا واقعنا يا أستاذ نجم. يا بلال مرات سمعك بالتلفزيون وبات بشارع الليلة من وراك ترى عمي المرات تسمع إذا سمعت أن دعوان مو تحسن على نبات بالشارع أنت تبات بالشارع خلينا أشكرك أستاذ هادي أطمئن أنت حضرتك الآن لما تسألني يعني وهم اعذرني انه انا لحد هذه اللحظه تاخرت عليك في موضوع التفاعل مع القضايا التي رفعت ضد جنابك من قبل السيد وزير العدل وقضيه تتعلق بالخطوط الجويه العراقيه والمكاتب الخارجيه يعني انا يوميا اسمع وحتى اسمع يعني في بعض الاحيان تصلني معلومات من سجناء من اشخاص هسه احنا وين عايشين غير عايشين بالعراق ونعرف بلاوي العراق ومصائب العراق ودائما يراد لنا ان نسكت. هذه وحده من المصائب انه كل ما قلت شيء ويعني طرحت قضيه وملف بها وثائق وبها حقائق ونتشتف للعباس أبو فاضل ونحلف أنه هي واقعية وده تصير وإذا أكو شيء فأكو أضعاف لم تكشف يعني أنت حضرتك إذا كشف الشيء وحقك أقسم لك بالله العلي العظيم أضعافه لم تكشف. أنا قبل شوية تحدثت عن قضية سرقة القرن. سرقة القرن هي عبارة عن مثل قضية أياد اللي بايق لدجاجة بال97 وطلعوا بال2007 لأنه بايق لدجاجة زين هذا بايق دجاجة اللي بايق مليارات الدولة العراقية. تعرف أنت قضية سرقة القرن لا شيء أمام نهب أموال الدولة بمئات المليارات. ناس حفاة لا يملكون من قوت يومهم شيء إلا أنهم مليارديرية. وبالتالي لما تتحدث لي حضرتك عن قوانين حرية التعبير ودعم حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة وعدم ملاحقة الصحفيين والكتاب والمدونين والناشطين والمثقفين ومقدمي البرامج هذا أمر صعب حضرتك ما تقدر توصل له. والدليل أنه أنت قدمت وثائق وإحنا نعرف أنه لدى تحكي صحيح وجدتك دعوة قضايا وجدتك أختها ثانية جنك خوات اثنين يعني بالعافية عليك أنت متزوج اثنين هسه زين وراح تحاسب وتحاكم إيه هو هذا واقعنا يا أستاذ نجم. يا بلال مرات سمعك بالتلفزيون وبات بشارع الليلة من وراك ترى عمي المرات تسمع أن دعوان مو تحسن على نبات بالشارع أنت تبات بالشارع خلينا أشكرك أستاذ هادي أطمئن تبات بالشارع ولا بالسجن إن شاء الله بيك البركة.